عقد اتحاد الرهبنيات في الأردن لقاءه الأول لهذا العام بعنوان تجسيد الحياة الرهبنية في الكنيسة المحلية، وذلك في كلية تيرا سانتا بعمان. وبعد أن رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم بالمشاركات من الجمعيات الرهبنية الحاضرة، ألقى الأب رشيد مستريح محاضرة حول كيفية تجسيد الحياة الرهبنية في الكنيسة المحلية، داعياً إلى ضرورة تجديداً دائماً في حياة الرهبنة لكي نستطيع أن نجسد كلمة الرب في واقعنا اليومي. ثم ألقت الدكتورة لانا حداد محاضرة حول المعوقات النفسية للعمل الإنساني الرعوي. تلاها الأب منويل بدر الذي قدم تعريفاً بمؤلفاته التي جمع فيها عظاته خلال عمله الكهنوتي. واختتم اللقاء بالاحتفال بسر القداس الإلهي الذي ترأسه الأب مستريح، والذي أكد في عظته على أهمية العيش مع السيد المسيح الحاضر بيننا في كل وقت. اليوم منعيش فرح اللقاء في تجمع الرهبنيات اللي هو مثل المعروف اتحاد الرهبنيات لمختلف المؤسسات الرهبانية النسائية في الأردن. هو اليوم الاجتماع الأول اللي بيتم في هالمكان في كلية تيرا سانتا في عمان تحت عنوان تجسيد الحياة الرهبانية في الكنيسة المحلية وفي عالم اليوم. هي دعوة كانت لحتى نحن نكون فعلا علامة حضور بالدرجة الأولى كمكرسين ومكرسات لمحبة وحنان ورحمة الله تعالى اللي ظهرت في سر التجسد الإلهي، أن نكون هذا في جماعاتنا الرهبانية وفي عالمنا وفي كنيستنا المحلية. وهي دعوة أيضا كانت من أجل العودة إلى روح وتعاليم المؤسسين الأوائل اللي هن أوجدوا هذه الرهبانيات بفعل الروح القدس. يوم حلو، هو أكيد يوم نعمة أيضا لكل واحد منا. نتمنى التوفيق للجميع. إحنا بلشنا لقاءات اتحاد الرهبانيات في الأردن، اليوم أول لقاء مع قس الأب رشيد مستريح اللي هو مرشد اتحاد الرهبانيات في الأردن، تحت عنوان تجسيد الحياة الرهبانية في الكنيسة المحلية. قديش إحنا دورنا مهم في الكنيسة المحلية اللي عايشين فيها، بنعمل فيها مع الشبيبة مع الطائفة، نرجع للأصول، نرجع لجذورنا، لمؤسسينا الأساسونا، لحياة التواضع، حياة التخلي، نعيش هاي الحياة حقيقة في حياتنا. نحكي عن موضوع إيش بيعطل تحقيق أهدافنا في العمل الرعوي الكنسي، كيف مرات الأشياء النفسية بتأثر على العمل الروحي في الكنيسة، وصول الكنيسة للأشخاص وللرعية واهتمامهم في الرعية وفي احتياجاتهم.